يحدث هذا الاجتماع الذي عقدته مندوبية وزارة الصحة العامة الولائية مع ممثلي مختلف الطبقات الاجتماعية هذه حول ظاهرة حمى الدنك الوبائي التي ظهرت مؤخرا بولاية وداي في 5 أغسطس لعام 2023. تعد حمى الدنك من ضمن أخطر الفيروسات التي تنقلها البعوض. العالم معرضون لقطر العصابة بحمى الدنك، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى حدوث أكثر من 100 مليون حالة عدوى سنويا. تظهر حمى الدنك في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، ولا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. فإن فيروس حمى الدنك يمكن أن يسبب أحيانا حالات أكثر وقامة وحتى الموت. لذا جاءت كلمة مندوب الصحة العامة الولائي ديزيري دي لا ناسيون، تم تشخيص 12 حالة مشابهة وأرسلت عينتها في مختبر العاصمة. لذا حس السكان في حالة الإحساس بالأعراض الذهاب فورا إلى المشفى. العميل العام الولائي بنجامين تريندوبا، تعد هذه الاهتمامات ضمن خطة الحكومة التي تلعب دورا محوريا في تعزيز صحة المواطن، طالبا من الحضور أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذه العدوى الفتاكة